الاير سيفر او ماسك الكمامة، ده انتشر الفترة الاخيرة دي عشان طبعا كلنا بنخرج لابسين الكمامة، وعشان خصوصا السيدات ما بيقدروش يحطوا الكمامة في ودانهم فترة كبيرة مع الحجاب. فانا عملت دي لنفسي، هوريكم دلوقتي نعملها ازاي. احاول في الفيديو ده ان انا اتعامل كأن اول مرة تشتغل كروشيه، ده الناس اللي عندهم فكرة عن الكروشيه تبقى سهلة بالنسبة لهم، الناس اللي اول مرة يمسكوا ابرة كروشيه. هحاول ابسط لكم الموضوع. هنجيب خيط، انا ده بشتغل بخيط قطن اليزا تركي. لو حد عايز يشتغل بخيط صوف بأي خيط تاني براحته، بس انا بفضل القطن يعني. طبعا الابرة تكون مناسبة لحجم الخيط، دي ابرة مقاس 2. ممكن تسألوا اللي هتشتروا منه لو اول مرة تجربوا، تقولوا له الخيط يبقى بحجم الابرة. اول حاجة هنعملها هنلف الخيط على صباعنا كده عكس بعضه، وهنجيبه بالابرة من جوه، هنعمل عقدة. دي اول حاجة، اول حاجة هي اسمها السلسلة، دي اول حاجة لازم نتعلمها في اي حد بيبدأ كروشيه او بيشتغل اي حاجة كروشيه. دي اول حاجة، ادي دي اهي، وهنبدأ ندخل الخيط في صوابعنا كده، صباع وصباع، نمسكها من هنا. هنبدأ نجيب الخيط من تحت، ندخل كده من تحت وندخل كده، دي اسمها السلسلة. انا كده عملت 2، هعمل 34 واحدة. كده اهي خلصتها شكلها. طبعا انا العدد ده وصلت له بعد كذا محاولة كده عشان اوصل للطول المناسب، وما يبقاش شادد قوي الكمامة تضايقني، ولا يبقى هو واسع قوي فالكمامة تبقى سايبة كده من على الوش يعني. بس هنبدأ بقى من اول، هنا هنعمل 3 سلاسل كمان، 1 2 3. نعمل حاجة اسمها عمود، عمود دوت فيه بلفة بلفتين بتلاتة، بننزل كده ناخد 1 2، بصوا بلفتين على الابرة نفسها، وندخل هنا على اللي احنا وقفنا عندها، ناخد كده بالخيط ونخرج. بصوا بقى عامل ازاي في الابرة. هنبدأ برضو هناخد كده ونطلع من 2 بس، دي ناخد كده ونطلع من 2 بس، ناخد كده ونطلع من 2 بس. اهو بقى عندنا اول عمود، هنبدأ نشتغل كده لحد ما نخلص كل سلسلة هنعمل فيها عمود. ادي 1 2 اهو، خدنا 2 عليها، وبعدين ندخل نروح واخدين الخيط وخارجين، نخرج من 2، وبعدين ناخد تاني ونخرج من 2، ناخد تاني ونخرج من 2. هنكمل كده لحد الاخر وارجع لكم تاني عشان مطولش عليكم. انا كده خلصت اهي كله، هنا في الاخر هعمل 3 سلاسل، هنعمل 3 سلاسل، 1 2 3، وهنشبكها فوق هنا. هنا هندخل من جوه وناخد الخيط ونخرج ونخرج تاني من اللفتين كده، بقى جوه تاني عملنا 3 سلاسل، 3. هندخل هنا في اول حاجة خالص عملناها فوق اول سلسلة اهي، وهناخد الخيط ونخرج، نخرج تاني من دي بقت مشبوكة فيها،
ماشي. هي كده الايرثيفر يعني كويسة، بس انا من الدوري الرفيع اللي عايز يثبت على كده هيروح داخل من خيط تاني وخارج من دي، يبقى كده اتربطت وخلاص كده خلصت قص الخيط. انا حباها شوية اتخن اللي انا كنت عاملاها فيها صف كمان وصفر الحر، فهندخنها شوية. هبدأ اعمل لف بلفة واحدة اهو، هناخد كده لفة واحدة وهندخل ما بين العواميد، بصوا ما بين العمود باينة اهي، وناخد الخيط ونخرج. هنعمل ادي هنخرج من اتنين وندخل وناخد خيط تاني ونخرج من اتنين، هناخد لفة وندخل ما بين العمودين وناخد الخيط ونخرج، نخرج من اتنين وهنا نروح داخلين ونخرج من اتنين تاني. انا مخلية الخيط دوت في النص عشان ما يبانش في الاخر، بدل يعني هوريكم برضو طريقة التنظيف في الاخر عاملة ازاي، بس يعني ده ايه اسهل شوية يعني. اهو ندخل ما بين العمودين ناخد الخيط ونخرج، ادي واحد نخرج من اتنين، ادي التانية نخرج من اتنين تاني، وهكذا لحد ما نخلص نوصل للاخر. هخلصها برضو ادي وصلت لاخر واحدة، بالنسبة لي الطول ده مناسب. بعد ما حاولت زي ما قلت لكم، هنقفل بقى ازاي؟ هندخل كده هناخد الخيط هنربط ونخرج اللي جوه الابر وهنقص ونكملها لغاية بره اهي، بقيت تقعد. ما ينفعش طبعا نسيب الخيط كده، ما ينفعش نقصه من هنا هيفك الخيط كله. بنبدأ نعمل حاجة اسمها زي تنظيف. التنظيف ده بالإبرة دي او في إبرة مخصوصة للتنظيف، من ورا هندخل في غرزة وناخد الخيط اللي سايب معانا ده دخلناه في اول غرزة، هندخل تاني في اي غرزة من ورا وناخد الخيط ندخله فيه ونخرجه، ونقعد ندخله ونخرجه لحد ما نخلص كل الخيط اللي سايب معانا ده. كده خلصنا اهي، نظيفة جدا من ورا ومن قدام، مش اي مشكلة خالص. هنركب بقى اي زرارين هنا تحبوهم بالخيط والابرة عادي. يا رب تكون واضحة، ويا رب تكون افدتكم، وربنا يزيل الوباء ده عن بلدنا ويحفظكم جميعا.